مكون سحر رهيب، هينسف معاك كل الدهون نسف، هيشيل معاك كل الدهون الداخلية الموجودة على الأحشاء الداخلية، وهينزل معاك البطن والجوانب الأرض في أي منطقة أنت بتشتكي منها أو أي دهون موجودة ومتراكمة، ده هينزل معاك كل المشاكل ديت، وهيزود معاك معدل الحرق، هيخلي جسمك مكان اتحرق خلال 3 أيام بالظبط. هتشوفي معايا نتيجة هتبهرك. عايزين تعرفوا الوصفة دي عملناها ازاي؟ اللوكات كتير، ويلا يا جماعة نشوف الوصفة بتاعتنا عبارة عن ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا جماعه؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهارده ان شاء الله جايبه لكم وصفه روعه هتنسف معاكم كل الدهون الناس. وصفتنا النهارده اجمل ما فيها ان هي بتشيل معاكي كل الدهون الداخليه، يعني ايه؟ زي الدهون الموجوده على الكبد او في الاحشاء الداخليه، بتشيل معاكي كل الحاجات اللي بتبقى موجوده دي، ودي طبعا بتبقى من اخطر المشاكل. في مننا كتير ما بياخدش باله من الحاجات ديت، ممكن لا قدر الله بتعمل جلطات، بتعمل حاجات كتير. فاحنا النهارده حتى الناس برضو اللي هي يا جماعه مش بتعاني من الوزن الزايد ده، برضو ممكن تاخدها عادي حاجه كده كوقائي، بتنزل معاكي كل الدهون. وصفتنا النهارده وصفه كويسه جدا، ممكن اي شاب اي بنت اي حد ممكن ان هو ياخد الوصفه دي، كويسه جدا، بياخدها برضو كوقائي، بترفع المناعه عنده، بتشيل معاكي كل الحاجات او اي المشاكل الموجوده في الداخل. عايز اقول لكم كمان ان الوصفه ديت بتقلل نسبه الكوليسترول في الدم بطريقه رهيبه جدا. يلا كده يا جماعه نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط لايكات كتير للفيديو. مبدئيا كده زي ما انتم شايفين معايا، انا النهارده معايا ليمون. الناس اللي عايزه تضاعف الكميه ممكن تضاعفها، انا هعمل معاكم كميه، وانتم ممكن انتم الناس اللي حابه يعني تزود على اساس ان هي تسيبها عندها في الثلاجه تاخد منها، مفيش اي مشكله. زي ما قلنا في بدايه الفيديو وصفتنا كويسه جدا، الناس اللي بتعاني من الوزن الزايد هتاخدها، وان شاء الله بعد ما تعرفوا مكونات الوصفه مكونه من ايه وايه، هتعرفوا فعلا ان الوصفه دي تستاهل لايكات كتير، وتستاهل كمان ان هي تتشير. يلا كده يا جماعه نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط لايكات كتير للفيديو، ويا ريت كمان الناس اللي لسه ما اشتركتش في القناه يشرفني اشتراكها في القناه وتفعل الجرس ان شاء الله علشان يوصلها مني كل جديد. ويلا بينا نشوف الوصفه بتاعتنا. مبدئيا كده زي ما انتم شايفين وصفتنا النهارده يا جماعه عباره عن ليمونتين. اول حاجه هناخد الليمون، لازم يكون غسلين الليمون كويس جدا ومعقمين. هنبدا ان احنا ناخد الليمون بالشكل ده كده. عايزاكم تتابعوا معايا الوصفه الاخر عشان ان شاء الله تكون معاكم نتيجه كويسه. نشيل ده كده بجنب، نبدا بقى ان احنا ايه ناخد الليمون بالشكل ده كده، وهنشيل برضو منه البذر. بالشكل ده كده اهوت. نفس الشيء برضو الليمون التاني. نشيل منه البذر كده. إيه انا هاخدها بالجلد بتاع يعني بكله، عشان كده انا بشيل البذر، انا كنت ممكن اصفيها بس محتاجه ان انا اعملها بالقشر كله. ده يعتبر برضو يا جماعه رافع مناعه كويس جدا، اي حد عنده برد ممكن هو ياخد الوصفه دي، كويسه جدا. تمام ده كده خلاص، هي خلصنا الليمون اهوت، وزي ما قلنا لازم يكون الليمون مغسول كويس يا جماعه ومتعقم. تمام كده كده بجنب. المكون اللي بعد كده طبعا الزنجبيل، هناخد قطعه كده من الزنجبيل. الزنجبيل من الحاجات الكويسه جدا اللي بتشيل معاكي كل الدهون المتراكمه او الدهون العنيده، كويس جدا برضو، بيزود معانا يعني عمليه الحرق. الناس اللي جسمها ما بيحرقش ده كفيل لوحده ان هو هينزل معاكي كل الدهون وهيزود معاكي معدل الحرق. حتى لو انت ما بتعمليش رياضه او يعني ما بتعمليش تمارين او اي حاجه، ده برضو كويس. هناخد الزنجبيل هنقطعه برضو قطع كده اهوت مقدار الحته دي كده. هنجيب بقى الخلاط بتاعنا كده ونبدا ان احنا نحط الزنجبيل اهو، وهناخد برضو الليمونتين اللي احنا عملناهم. تمام كل المكونات احنا خدناها. المكون اللي بعد كده هناخد معلقه من الثوم اهو، لو احنا طبعا عندنا ثوم يا جماعه ممكن ان انت تجيبيه وتخرطيه برضو هتبقى كويس. انت عندك الثوم مفروم جاي زي ما انتم شايفين معايا كده اهو، هناخد منه معلقه، مقدار معلقه حلوه كده
الثوم من الحاجات الكويسه جدا يا جماعه، بتزود معانا معدل الحرق، كمان رافع مناعه كويس جدا، كويس جدا جدا، بينزل معاكي الدهون بطريقه سريعه. خدنا المعلقه اهيت، شوفوا بقى دلوقتي هنعمل ايه. اول حاجه معايا خل تفاح زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده اهوت، لو واضح معايا، هناخد منه كده معلقتين. كده معلقتين كبار كده من خل التفاح. طبعا كلنا عارفين ان خل التفاح له سحر رهيب جدا في تفتيت الدهون. بعد كده معايا برضو زيت الزيتون، ناخد معلقتين كده من زيت الزيتون. ده كده كل المكونات دي بقى هنحطها كده في الخلاط ونضربها كويس جدا، مش هحط ميه ولا هحط اي حاجه، هنضربها زي ما هي كده، هنضربها كويس جدا وناعمه، وارجع لكم تاني هقول لكم هنعمل بيها ايه. ده كده يا جماعه زي ما انتم شايفين طحناه خالص في الخلاط. هنبدا دلوقتي ان احنا نصفيه بقى، الناس اللي حابه تصفيه تصفيه، الناس اللي حابه ان هي تعمله بقشره كده ما فيش اي مشكله. هنبدا دلوقتي ناخد كده ونصفيه علشان يبقى كله صفي اهو. ده كده يا جماعه بعد ما صفيناها الوصفه هيبقى بالشكل اللي انتم شايفينه. طبعا ممكن عند برطمان احتفظ بالوصفه فيها، او اي حاجه عندك برطمان زي ده كده ممكن ان انا احط كده الوصفه. طبعا الناس اللي هي عايزه تكتر الكميه ممكن تكترها وتحطها في برطمان زي ده كده اهو بالشكل ده كده، ونقفل عليها وتحطها عندك في التلاجة وقت ما تحتاجيها هتلاقيها اهو. طبعا لو انتوا عايزين تكتروا الكميه كتروا. طب دلوقتي هنستخدمها ازاي؟ هقول لكم هنستخدمها ازاي. هنجيب بقى الكوبايه بتاعتنا كده اهوت، ونبدا ان احنا نجيب الميه الدافيه، كوبايه ميه دافيه كده، نبدا ان احنا بقى ناخد معلقه كبيره كده بالشكل ده كده على الكوبايه. كل يوم على الريق بقى نشرب كوبايه زي ديت كده. الكوبايه جهزت معايا اهي زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، شايفين لونها بقى عامل ازاي؟ زي اللبن كده بالظبط، لان كده خلاص انا خدت الخلاصه بتاعت الثوم والزنجبيل والليمون، وطبعا على زيت زيتون وخل تفاح، يعني هي فيها كل الحاجات اللي هي ممكن تخلصك من الدهون المتراكمه الموجوده في الاحشاء الداخليه وموجوده في الجوانب والارداف ومنطقه البطن كمان. اي حد عايز يتخلص من الدهون نهائي يستخدم الكوبايه زي ديت ان شاء الله. خلال 3 ايام بالظبط باذن الله هيبان معاكي نتيجه كويسه جدا، بس المفروض على الاقل بناخد الوصفه لمده اسبوع ان شاء الله، لمده اسبوع بعد كده ان شاء الله ممكن تغيري وصفه تاني. بس اهم حاجه نحافظ كويس جدا من نشويات السكريات، كل الحاجات اللي هي بتؤدي للسمنه ديت نبعد عنها تماما او نخفف منها بمعنى اصح. تمام، برده هقول لكم شرب الميه كتير برده يا جماعه بيخلي الجسم يحرق غصب عنه. كوبايه الميه الدافيه ديت وعليها المعلقه السحريه اللي انت شفتها معايا ديت كفيلة الوحيدة ان هي تنسف معاكي كل الدهون العنيدة. طبعا الناس اللي هي مش حابة تاخدها علشان تخس او تنزل الدهون ممكن تاخدها كده كتحصين او وقائي تحميها من البرد او الفيروسات او اي حاجة، ده بتعلي طبعا المناعة عندنا. تمام، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى يا رب يكون عجبكم، متنسوش تشيروا الوصفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.